السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نقول برمجة برامج البيم، الناس تيجي في دماغها إن أنا لازم أعمل برنامج منافس للريفت ومنافس للأركيكاد، وعملت برنامج في نص الإمكانيات ديت محدش هيقرب منه وهكذا. وده طبعا مما تفنى دونار الأعمار، هتاخد مني سنين ومحتاجة فريق عمل ومحتاجة شركة تصرف عليها، مش سهل إنها تتعمل. والحقيقة الموضوع مش كده، الموضوع إن أنا ممكن أعمل برنامج صغير خالص بيعمل حاجة او بيقدم خدمه معينه، فالناس تروح للخدمه ديت، او اعمل حاجه جوه البرنامج نفسه. يعني الاركيكاد ما بيعملش حاجه معينه، والحاجه دي انا بشوفها في برنامج تاني وعايز الحاجه دي، فاعمل الاداه اللي تحقق الحاجه دي. فدي حاجه جميله جدا ان انا ممكن ابرمج حاجه جوه البرنامج. طيب دي بتيجي ازاي؟ دي حاجه اسمها اي بي اي، اللي هي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره ان انا بيبقى في امكانيه ان انا ازود زراير وقوائم جوه البرنامج. هو البرنامج مقفول، بس هو بيديني ايه، حاجه معينه كده اقدر من خلال لغه برمجه زي السي شارب، زي الفيجوال بيزك، زي البايثون، بقدر ادخل ابرمج. تمام. ولازم قبل ما ابدا اتعلم برمجه اشوف ايه البرنامج اللي انا عايز ابرمج له، وهل هو بيقبل لغه البرمجه ديت ولا محتاج لغه برمجه تانية، بدل ما انا اقعد ابذل جهد في لغه برمجه وفي الاخر تطلع بالشهاده اللي انا عايزها. فلازم اكون محدد المسار بتاعي عامل ازاي. فانا بدخل ابدا ايه، ابرمج ان انا هزود زرار معين بيعمل حاجه معينه. طيب انا اول مره صدمت بيها كنت رحت اشتغل في شركه وكنت في قسم البلاننج، فكان اتعرفت على مبرمج هناك اسمه خالد كوكا، من الشخصيات الجميله يعني. فهو شغال بيبرمج جوه البرومافيرا، يعني البرومافيرا كان في حاجات هم عايزينها مش موجوده جواه، فانت بتبعت للشركه وهي بتطنش، يعني ليها اولويات في التطوير. فهو بقى متخصص ان هو يمسك الاي بي اي ويبرمج حاجات يضيفها جوه البرومافيرا للشركه بتاعته. بس كانت عباره عن ايه؟ مثلا التقارير كانت بتخش على برنامج البرومافيرا، طب هيبعتها ازاي للمكتب الرئيسي؟ طب انا عايز اشوفها اونلاين، عايز في اي لحظه. فهو كان قاعد في المكتب الرئيسي وبيبرمج حاجات بحيث ان كل الناس اللي عندها برومافيرا في القسم في الشركه، في كل واحد في المشروع بتاعه بيعمل يبعت او يرفع التقارير بتاعته، فهم يشوفوها اونلاين على الموقع. الموضوع ده حصل بعد كده في الاصدارات الجديده من البرومافيرا. فهي دي كانت حاجه كويسه جدا، كانوا هم كل ما يلاقوا مثلا بيحسب بطريقه مختلفه اللي هم عايزينها يغيروا الطريقه نفسها، يبقى في اضافه جوه البرنامج. طيب على سبيل المثال مثلا برنامج ريفت اللي اكتر الناس شغاله بيه، لما تيجي تقول له انا عايز اصدر جدول يصدره لك واحد واحد، انت عندك 20 جدول تضطر تقعد تصدرهم واحد واحد. طيب ايه تاني؟ ممكن مثلا عايز تصدرهم اكسل، هو بيصدرهم ملف السي اس في، واضطر ان انت تفتحه بشكل معين لخفطه كده. ممكن تروح قايل له ايه، لا انا عايز تصدر لي كل الاكسل مره واحده. تمام. هو مثلا بيحسب بشكل مختلف، ممكن تعمل انت اداه تحسب لك بالشكل اللي انت عايزه. ممكن مثلا بتاخد وقت على ما تقعد تعمل الحوادث الداخليه في الغرفه يعملها لك، تلاقي مثلا عايز هو يرتب لك حاجه معينه. على سبيل المثال انا مثلا لما بدات في البرمجه عملت بعض الحاجات اللي كانت بتحسب لي حساب اللي انا كنت كل شويه بمسح حاجات والاكسل واقعد احسبها، او ان انا اقعد بعملها مانيوال او كده. كان البرنامج اللي انا عامله كل حسابات وناس كتير كانت محتاجاه، فبدا ينتشر. لما جيت اشتغلت في شركه من الشركات وكنا بنعمل مشروع برج كبير، فكان عندنا مشكله ان الفيوهات كتيره جدا، ممكن مثلا تحتاج تعدل الاسماء كلهم مره واحده. فكنت ممكن اروح واخد بس بتاعت بعد ما عملنا مثلا معماري كله بحرف الايه، اروح عامل ادنس تروح عامل لي كل حرف الايه ده حرف الاس. تمام. اقول مثلا اعمل ريبليس لحرف معين، او ممكن اقول له ايه نفس اسامي الفيوهات اعمل لي الشتات بنفس الاسامي وحط لي كل فيو في الشيت بتاعه. تمام. فبضغط الزرار واحده وفرت عليك وقت كتير جدا، كنت تقدر تعملها مانوال بس هتاخد منك اسابيع، انما انت خلاص بضغط زرار واحده. فانا بوريك بس فكره البرمجه بتبقى عامله ازاي. فمره من المرات كان عندنا حاجه محسوبه بوحده امريكيه وعايزين نحولها لوحده بريطانيه، بس هي مكرره 5000 مره. طبعا تمسك كل واحده فيهم تغير تعمل معادله معينه وتضرب مثلا 3.65، يعني تقعد تضرب في الرقم اللي طلع لك لازم تغير واحده القياس. فرحت عامل لها لسب صغير خلص لي الموضوع دوت، بنفتح اللوحه وندوس على اللسب يروح عامل اللوحه كلها، ما بقاش ياخد ثواني. والبرمجه بتاعت اللسب دي ما خدتش ربع ساعه نص ساعه. فانت يعني
لو انت مبقتش متخصص في البرمجة، انت كيوزر كيوزر بقيت فاهم الحاجة بتحصل ازاي، وبقيت تقدر تعمل الحاجة في اقل من وقتها. يعني الحاجة اللي هتاخد منك ساعة ممكن تعملها في دقيقة، الحاجة اللي هتاخد وانت ما دام انت عملت الليسب او عملت البرنامج هو بيتعمل مرة واحدة، وبعد كده تشتغل بيه مدى الحياة وتديه لناس اصحابك يشتغلوا بيه وهكذا. فكرة البرمجة ان انت بتسهل على نفسك الشغل، وبتلاقي نفسك فاهم البرنامج اكتر وفاهم الفكرة بايه او هو بيفكر ازاي. فموضوع البرمجة ده كويس ان شاء الله. هحط رابط لبعض الشركات والمعاهد اللي بتقدر تعلمك البرمجة البيم كويس، واتمنى ان تستفادوا منها.